حلقتنا النهاردة عن سليمان الحلبي. الاسم سليمان ونس الحلبي، مواليد مدينة حلب سنة 1777 ميلادية. درس الأزهر الشريف في مصر، اغتال كليبر قائد الحملة الفرنسية على مصر وهو في بيته الموجود بحي الأزبكية وهو عنده 24 سنة. سليمان بعد ما قتل كليبر اتمسك واتحقق معاه 4 أيام بس، واتحكم عليه بحرق ايده اليمين ويقعدوه على الخازوق لحد ما الطيور تاكل جثته. المكان اللي انعدم فيه الحلبي اسمه تل العقارب. الفرنسيين بعد اعدام الحلبي اخذوا رفات جثته وجمجمته واللي موجودين في متحف الانسان في فرنسا لحد دلوقتي. الفرنسيين المتحضرين واللي بينادوا بمحاربه الارهاب المتمثل في الاسلام وتعاليمه حاطين جمجمه سليمان الحلبي في متحف الانسان في باريس وكاتبين تحتها جمجمه مجرم عشان قتل قائد حملتهم الاحتلاليه للبلد اللي كان بيدرس فيها وعذبوا كتير من اهاليها واغتصبوا نسائهم ويتموا اولادهم ومارسوا ابشع الجرائم اللي التاريخ كاتبها لحد دلوقتي.